الكسدية بقى باللحمة المفرومة مقاديرها عبارة عن ايه؟ معايا عيش اللي هو التورتيلا العادي جدا، هتلاقوه موجود على فكرة في أي سوبر ماركت. الكيس بيكون 5 قطع ب8.5 جنيه، يعني سعره حتى مش غالي قوي قصاد طعم الأكلة الحلوة دي. معايا 1/2 كيلو لحمة مفرومة، بصل مفروم، فلفل أحمر مفروم، عايز تستخدميه حامي ممكن طبعا برضه هيبقى لطيف جدا. ملح وفلفل وبابريكا، توم بودرة، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وزيت وجبنه ميكس. جبنه ميكس اللي هي جبنه مشكله تشيدر على رومي على موتزاريلا عشان تديني بس طعم حلو، ويفضل انك تعلي نسبه الجبنه الموتزاريلا عشان تمط معاكي. ممكن تعملي كمان صوص جبنه تشيدر، عملنا مع بعض قبل كده، وتبتدي ان انت تحطيه مع السندوتشات او الكسديه بتاعتي.